شابتر 5 بتكلم على ستيتمنتس، يعني ستيتمنتس ويتش ار ستيتد ان سيكونس ورا بعض. السيمانتكس المعنى تبعتها بتشبه السيكونشال ستيتمنتس في البروجرام الجامبلز اللي هي العاديه. هنشوف نفصل الكلام ده. طبعا ما هياش تعتبر كونكارن، يعني مش كونكارن زي ما هنشوف. لذلك تنحطش لحد تنحط جوا البروسيس اللي هو كونستراكت. البروسيس على بعضه زي ما قلنا از اس از كونكارن، از كونكارن البروسيس على بعضه زي از كونكارن. يعني الهدف منها السيكوشن ستيتمنتس انها توصف لك السيركل تبعتك از بيهيفيرال ديسكريبشن، يعني الوصف السلوكي كالجوريزمك يعني بشكل ابستراكت. لكن وتلاقي حتلاقي ما فيش اللي هي كلير اللي هي مابنج بتوين السيكوشن ستيتمنتس عند الهاردوير اللي ممكن يطلع. لكن ممكن شويتين بعد كده يعني تكون عندنا تقدير للهاردوير اللي ممكن يطلع، مش زي الكونكرنت. الكونكرنت ستيتمنت زي ما شفنا الهاردوير اللي بيطلع منها بيكون واضح مش هيك ولا؟ شفنا امثله على الكلام هذا لما هو نعمل الكونسبشن دايجرام لكل شيء مش هيك ولا؟ اي نعم. بالنسبه للبروسيس مش بشكل مباشر بيطلع، لكن حنشوف احنا اكزامبلز وهنتس تمام بتوضح لك ايش اللي ممكن يطلع نوعا ما كهاردوير من ايش من هي البروسيس، لان هي في الاساس توصل ايش بشكل ايش الجرافيك تمام؟ بغض النظر على هدول ايش اللي هيطلع. البروسيس عباره عن دي اتش دي ال اللي هي كونستراكت، بيكون في مجموعه من الاكشنز يعني ستيتمنتس اكسكيوت السيكونشال، يعني ايش اللي هي ورا بعض السيكونشال، لذلك بيسموهم سيكونشال اللي هو ستيتمنتس. والبروسيس زي ما احنا عارفين از كونكرنت على بعض على بعضها ككتله كونكرنت مع اللي حواليها تمام. والبروسيس ممكن تفسرها على انها هي سم سيركت انكلوز ان بلاك بوكس تمام. البروسيس كان بلاك بوكس في سم الجوريثم في بيهيفير ديسكريبشن اللي يوصف سم سيركت ده هيطلع عنها ايش اللي هي السيركت. البيهيفير تبع اللي هي سيركت مين بيوصفه سيكونشال ستيتمنتس اللي موجود هو ايش جوا اللي هو البروسيس. السيكونشال ستيتمنتس كثيره اللي هي بال بي اتش دي ال، وهذه تتواجد فقط جوا البروسيس جوا ايش البروسيس، يعني اوتسايد البروسيس ما بينفعش تحط سيكونشال ايش اللي هو ستيتمنتس، اوتسايد البروسيس تحط ايش شيء ايش كونكرنت شيء ايش اللي هو كونكرنت. وقلنا السيكونشال تبع السيكونشال ستيتمنتس از سيكونشال، يعني ورا بعض اللي في الاول في الاول وفي الثاني الثاني اند سو اون، لذلك الترتيب مهم. الترتيب ايش اللي هو مهم، بينما في الكونكرنت الترتيب ما كانش ايش مهم شيء ولا؟ وبينا اللي هو الكلام هذا. في بعض السيكونشال كونستراكتس ما لهاش اللي هي هاردوير مقابل، تستخدم فقط اللي هي في السيموليشن لانهاس اللي هو ثلسيس. لكن احنا اللي هنشوف الكتاب هذا رفض السيركس اللي تستخدمه واللي ممكن ترجع عنها ايش اللي هو هاردوير، زي الويت ستيتمنت السيكونشال سيجنال اسايمنت ستيتمنت الفيربل اسايمنت ستيتمنت الاف ستيتمنت الكيس ستيتمنت اللوب ايش اللي هي ستيتمنت. في كونستراكتس اخرى زي الاكزيت والنكست هنشوفهم بعدين اذا لحقنا شطر ايش اللي هو 14. خلي بالك في فرق بين سيكونشال اللي هو ستيتمنتس وبين سيكونشال سيركتس. سيكونشال ستيتمنتس عباره عن ستيتمنتس تنحط جوا بروسيس. السيكونشال سيركت عباره عن اللي هو سيركت فيها ميموري فيها انترنال ستيت فيها هيستوري تمام ولا؟ زي الكاونتر زي الريسر زي شغلات فيها ميموري. البروسيس ممكن تستخدمها انك توصف ايش كوبرناشال او ايش سيكونشال، يعني مش شرط اذا انت استخدمت البروسيس اللي يطلع الجو اللي هو يطلع ده سيكونشال سيركت فيها ميموري تمام. هنشوف متى بتطلع ميموري متى بتطلع في ايش اللي هي ميموري. مش شرط اذا استخدمت البروسيس اللي هو يطلع يكون ايش
سيكونشال بانه السيكونس اللي جوا البوس ار سيكونشال السيركت بتطلع تطلع سيكونشال يعني في الجلوبس يعني شغلات لا ممكن البروسيس تستخدم لان كامل ديزاين لايش كومباينشال يعني كل شيء مره او لايش سيكونشال في ميموري يعني في ايش اللي هو الفليب جلوبس البروسيس الى تو بيزك فورمز الفورم الاولانيه مره تعينها هنشوفها كمان مره اللي هي بيكون فيها سنسيتيفيتي ليست ما بيكونش فيها ويت اي ويت اللي بس هو البادي تايم بروسيس الفورم الثانيه لو ما بيكونش فيه سنسيتيفيتي ليست لكن بيكون فيها وان اور مور ويت ستيب جوا ايش اللي هو البروسيس يعني اذا كان في سنسيتيفيتي ليست ما فيش ويت اذا كان في ويت ما فيش ايش سنسيتيفيتي اللي هو ليست طلع على البروسيس لما يكون فيها سنسيتيفيتي ليست ايش الشكل تبعها تكتب كلمة البروسيس وجواها كلمة اس وهنا تكتب سنسيتيفيتي ليست اللي هي ليست اوف سيجنالز اللي البروسيس حساسة إلها يعني ليست اوف سيجنالز اللي لو على أي منها حصل تشينج هيعمل ضرر لمين؟ للبروسيس تمام؟ وأي تشينج إذا لأي سيجنال أنت كاتبها هنا ساعتها البروسيس الترانز تمام تبدأ من البيجين لغاية ايش؟ الإند وبعدين السسبنس تتوقف لايك ما يحصل انك سيز وتشينج انك سيز تشينج في مين؟ السيز ما بيزا من ضمن مين؟ السيز والاسم اي نعم اوكي وبعدين اذا بدك تكريشن تكتبها هنا تمام وبعدين البادي بتوين بيجن اند اند بتحط كل شيء سيف زي ما بدك كل هاي سبور سيف كل بيش كون في سيمي فول اوكي اذا السيستم لسه عباره عن ليست اوف سيجنالز شايف ولا تستجيب الى البروسيس لما يحصل على اي منها ايش اللي هو تغيير الديكريشن اللي هو البارت اللي هو هذا اوبشنال اذا بيلزم للايش وار لوكال للبروسيس يعني وات فاليو ديكلير هير از نوت سين اوتسايد ايش ذا بروسيس تمام اللي بالك اللي هي البيج البروسيس يعني شكلها بتشبه فانكشن تمام اللانجوج العاديه لكن تختلف الفانكشن يعني لما انت بتناديها بتتنفذ لكن البروسيس غير البروسيس في الى سيستم ليست كل ما يصير تجري عليه منها واحده من غير مدير واحد وواحد لزيرو اوتوماتيك بروسيس ايش؟ بزران باي سيموليتور باي ايش؟ اللي هو السيموليتور بينما الفانكشن تنفذ مره واحده اذا انت ايش ناديت؟ اذا كان مره بتنفذ كمان ايش؟ كمان مره فرق بين الشغلتين وهم The process is not called by another routine. يعني مش هي فانكشن بتناديها انت من روتين ثاني تمام؟ هي something sequential is executed لما ايش؟ لما ايش؟ يصير تغيير على سيستم ليست. لما يصير تغيير على مين؟ على سيستم ليست اللي هو اذا البروسيس على بعضه تشكل كسم سيركت باث اما انه اكتف اكتيفيتد او انه ايش؟ نوت اكتف سسبندد ايش اكتب؟ يعني حصل تغيير على احد السيجنال اللي البروسيس بتاعه عمال يلف فيه بس لسه ما خلصش لغايه ما اوصل للانت تبعها السسبنس بيعلي التوقيت اما اكتيفيتد او نوت اكتيفيتد اما سسبندد سسبندد المعلقه يعني علق تركيزها او نوت اللي هو سسبندد بالويت اي 1 بيعمل سسبندد لو وصل لويت لو مش حاسس لسه وصل لويت السسبنس بتعلق تمام اوكي ماشي مش شرط توصل للإند المهم في سبب انه اما وصل للإند وقبل الإند وصل لايش؟ لو في الحالة هذه سسبنشن واذا صار سسبنشن يعني بنعلق وقت ساعتها بتكون نوت اكتيفيتد نوت ايش؟ اللي هو اكتيفيتد وانس ذا بروسيس اكتيفيتد ايش معنى اكتيفيشن البروسيس؟ تغيير في السسبنشن اي نعم تغيير في احد السيرة تبع اللي هو السيرتي ليست الستيب مش عن سوبر سيكونشال لغايه الاند تمام وبعدين معنا سسبنشن وضل واقف لغايه ما يحصل ايش؟ النسبه لانه تس سوبرت الهاردوير لو في الهاردوير مثلا بيكون سم انبوت واحسن بيكون في سم ايه؟ سم اوتبوت متى بتغير الاوتبوت؟ بتغير بتغير الاند وهي نفس الشيء سوبرت الهاردوير تمام فهي تسحب الامور حسن تطلع سم اوتبوت انت بتكون كاتبهم شغلات ولغايه ما يحصل ريسبشن في السيجنالز هي الانبوتس سيجنالز ساعتها اذا حصل شن بيحسب لك الاوتبوتس من اول جديد يعني اللي مين بيحددهم السيكونشن اللي هو ستيتمنتس اوكي طلع على
مثال بسيط، لو قلنا سيجنال A و B و C و Y نوعهم ستاندرد ديجيتال، البروسيس A و B و C، تلاحظ ايش السنسيتيفيتي تبعتها؟ ايش والجيوش، معناته اذا حصل تغيير على اي من هذول الثلاثه البروسيس ويل ران، والايش؟ ويل ران. هي هو حاطط مثال جاست وان، لاحظ انه مش حاصل، مش حاطط الديريشنز، مش لازمه. Y يساوي A and D and C، هذا ديسكريبشن ايش؟ لان كثير بسيط. هنا كل ما يصير تشينج على الـ A او الـ B او الـ C تقول ران ذيس ستيتمنت، احسب الـ Y من اول ايش؟ وجديد. وبعدين ايش؟ يعني يتوقف، يعمل سسبند لغايه ما يحصل نيكست تشينج على اي منهم. اذا اي منهم بيتغير تقول ران تقول كالكوليت الـ Y مره ايش؟ مره ثانيه. ويحسب لك الـ Y. وبعدين يوقف وهكذا. تمام؟ يعني اثناء السيموليشن كل ما يتغير اللي هو واحد من ستيتي بيعمل رن مين؟ بخصوص وبعدين السيموليشن سسبنس بيعلق مين؟ اللي هو بخصوص بيعمل سسبنس بيوقف يعني. طبعا الكود الواضح يعني بسيط لانه الهاردوير كان بس سهل انه نفهمه اللي هيطلع هيطلع ايه؟ and and get اللي هو بسيط. بس خلي بالك مرات انت بيكون عندك السيستم ديس از انكمبليت، تمام؟ عباره عن يعني يكون حاط فيها one or more input signals are missing. طلع مثلا في المثال اللي فات لو حذفت اللي هو ال B و C، لو قلنا signal A و B و C و Y standardic process A، طلع حذفنا ال B و C. لو قلنا ال Y يساوي A and B and اللي هو C، هنا يعني حاطين فقط مين؟ ال A، معناته حيستجيب حيستجيب فقط على مين؟ على ال A. لكن هل لو صار تغيير على ال B أو ال C هيستجيب ال A أو ال B؟ لا. واضح؟ إذا it is activated لما ال A يصير فيها ايش؟ اللي هي عليها تغيير، لكن إذا حصل على ال B أو ال C تقول ايش؟ اللي هو run ضلها suspended. تمام؟ طب في الحالة هذه الـ Y ايش بيصير؟ قديش قيمتها بيصير لو الـ B والـ C ضل اتغيروا؟ القيمة اللي قبل الصف اللي قبل التغيير بس الـ B بس ايش فاليو؟ وبالتالي معناتها هذا السمبلاج على انه في ضمنا كانه في صوت اوف ميموري كيف اللي بيطلب؟ هذا هيعمل اللي هو اللي هيستنتج منها السايزر اللي انت بدك فليب فلوب على اساس لو الـ B والـ Y او الـ C اتغيروا بضل ال Y القيمة اللي كانت قبل الـ A هي طيب، معناته في ميمو قلبك في وين الفليب فلوب هيعمل، مع انه انت يمكن مش قصدك فتيك كير. تمام؟ اذا اول هنت عشان الـ A يطلع في بلاش ما يطلعش ميمو الالمنتس لازم يصير بس يكون كل السيجنالز اللي داخله في الانبوت هنا بتاثر على على السيجنال ناحيه الشمال تكون موجوده ايش اللي هي وين؟ في الليست في الستيرت ايش اللي هو الليست، والا بيعمل لك ميمو الالمنت. طيب الميمو الالمنت اللي هيعمله هنا هيكون تريجر على اي ايدج؟ على الـ على البوزيتيف ولا على النيجاتيف؟ على البوزيتيف ولا على النيجاتيف؟ على الـ تشينج. والـ تشينج عبارة عن ايش؟ يا بوزيتيف يا ايش؟ يا نيجاتيف. اما الـ A تتغير من واحد او زيرو يعني نيجاتيف اتش، او الـ A تتغير من زيرو لواحد بوزيتيف ايش؟ يعني بوزيتيف ايش اللي هو اتش. تمام؟ فعمل لك ميمو ايش؟ فلازم تخلي ايش؟ اللي هي تخلي بالك. تمام؟ اوكي. بالتالي اللي عم نعرف هاردوير مجرد سنجل اند جيت بسيطه، مش هيك ولا؟ اي نعم. صار في ميموري. الكومبانشال سيركت العادية احنا عارفين الاوتبوت فانكشن بالانبوت، مش هيك ولا؟ مش فانكشن بالهيستوري، مش هيك ولا؟ هو فانكشن ايش؟ بالهيستوري. وبالتالي فور اني تشينج للانبوت الاوتبوت ايش اللي هو تشينجز. لذلك كل السيجنالز اللي هي الانبوت الكومبانشال لازم نحط في الستيل ديريشن. هاي ترى If you are designing a commercial circuit, the input starts with conventional, لازم يكون كل واحد فيه وين؟ السيرتي ليست، لو واحد منهم مسلم لم تعد conventional، تمام؟ صار ايه sequential. It's no longer conventional. خلي بالك. اوكي؟ لذلك لو انا بدي اوصف، حنشوف بعد كذا، لو انا بدي اوصف شيء اللي هو sequential، تمام؟ حتلاقي في بعض السيجنالز ممكن يغيب عن مين؟ عن اللي هو السيستيمتي اللي هو نستحقه بعدين ان شاء الله الكلام. شوف البروسيس وذ ايوتي ستيتمنت.
ممكن البروسيس يكون فيها وان اور مور ويت ستيتمنتس، لكن ما بتحطش في الحاله هذه السنسيتيفيتي ليست. ايش الشكل تبعت الويت؟ بتقول ويت اون سيجنالز، يعني ويت اون ايش ويت اون سيجنالز، بتكون حاطط ليست اوف سيجنالز هنا لو اي منهم حصل عليه تشينج تمام، ساعتها بينتقل لبعد الويت الترانز تمام، ينفذ اللي بعد مين؟ الويت الستيتمنتس اللي بعد الويت اللي هو بينفذها. اول ما نشوف الوقت بيوقف تمام، بيضل يستنى في مين؟ في السيجنالز المكتوبين هنا لغايه ما يصير تشينج على واحده منهم. اذا صار تشينج على واحده منهم ساعتها ايش؟ ترانز. ترانز ايش اللي بعد ايش؟ السيجنال كله تمام، لغايه ما اوصل لانذر اند او اوصل للاند اوف ايش؟ اوف لب او لب بوش كيف؟ لازم في هاي عندك واحدة من تنتين، إذا قصدي لازم إذا فيش تنتين لازم يكون فيها ويت أتليست ون أون. أوكي؟ يعني ويت أون أو ويت أون تيل مش بيكون يعني يعني هاد واحدة من الويتس هذول. بتاعت الويتس هذول كيف بتبدا تحت الويتس؟ بتاعت ايش؟ الويت فور تايم سبيشن. خلينا بس واحدة واحدة. لو ما كانش في ويت أون كيف تستدعى البروسيس؟ أنا عندي بروسيس فيها ويت فور تايم سبيشن. أيوه أيوه كيف تستدعى؟ الترانز اللي هو البروسيس اوكي، لغايه ما يوصل للويت بعد ما استنى الوقت اللي هو مستني بعد نكمل لمين؟ اللي هو للان، بعد نرجع تاني من اول. ايوه على طول ما فيش ستريس اصلا، ما فيش فيها ستريس، بعد نرجع تاني من مستني لغايه ما يوصل مين؟ الويت تمام. وبعدين اللي هو ايش؟ نروح مستنى الويت اللي انت اللي هو اللي كاتبه 20 ملي توات بار 20 نانو زبيه، وبعدين بعد التايم كونتينيو وهكذا تمام. اوكي هذه الويت اون الاولاني. الويت اللي هو انتل بتكون انت سم بول اكسبشن كاكوينه بتعرف زي ما بدك سم بول اكسبشن قيمته يا ترو يا ايش؟ يا فولس. كل ما يصير ترو ساعتها ايش؟ بيكمل بعد الايش؟ اللي هو الويت بيكمل، اذا فيش طريق ويت بيكمل لغايه الانت بعد البيج بيرجع من اول جديد وبيستنى لغايه مين؟ الويت تمام. الويتس كلهم عشرين هكذا على فكره. لو هنا لو هي في سنجل ويت حاطط ويت من سيجنالز ساعتها هي سيجنال سي سي على تشينج ساعتها بيكمل بعد الويت وبوصل للان وبيرجع من اول البروسيس وبيمشي يمشي لغايه يوصل لمين؟ للويت مره ثانيه عشان يستنى نكس مين؟ النكس اللي هي تشينج. يعني كانه هنا قامت السيجنالز هنا مقام الايش؟ السنسيف ليست اللي هنا مش فاهم ولا محل ايش؟ السنسيف ليست. طيب انت اول مره تيجي ثاني مره في انضباط، يعني المره هذه احنا سامع جوجل تمام، في انضباط في عليه اخر علامات تمام. ثاني مره اللي بيجي متاخر احنا بنقول اسمه عشان نوصل من اخر علامات تمام. جوجل طلع بوست اوت عشان تعرف التوزيع اللي هو العلامات نفس الحال، بس ميك اول مره يجي عشان هيك المره هذه ايش قضينا الموضوع عشان تعرف بس تطلع الكورس اللي هذا ولتزم تيجي في وقت اللي ايش في تلتزم محاضره ما تاخرش. اوكي واضح؟ اوكي. فور تايم ويت فور تايم اكسبريشن زي ما قلنا بيستنى سم تايم انت بتحدده تمام؟ لما التايم هذا اللابس اذا مر ساعتها كونتينوس افتر ايش؟ الويت بيرجع من الى اول البروسيس وبيمشي يمشي لغايه ما يوصل الويت مره ثانيه بيستنى التايم اللي فات وبعد ايش؟ كونتينوس. اوكي خلينا نشوف البروسيس التالية. لو قلنا البروسيس بالواي بيساوي ايه وبي وسي وبعدين ويت اون اي وبي وسي، لاحظ ما فيش ستيب ليست لانه حاطين ايش؟ اللي هو شوف البروسيس ستارت اوتوماتيكال تمام؟ لانه ما فيش ستيب ليست على طول لغايه ما يولي اول الويت الاولاني تمام؟ ساعتها حيستنى تشينج على مين؟ على الاي او البي او اللي هو السي. اول ما يصير تشينج اتس ايش؟ اكتيفيتد بروح ايش؟ ان حظنا ما فيش وراه ايش؟ لو في شيء كان ايش؟ عينه تمام؟ بيلاقي الانت هكيت في وشه وبرجع بكمل من اول ايش؟ بيرجع بيحسب الرقم من اول ايش؟ وجديد. بعدين بيلاقي ايش؟ الويت بروح بستنى كمان مره. لغايه ما يحصل كمان تشيك على مين؟ على الاي والبي والسي هكذا ترانز تمام؟ واضح؟ معناته في الويت كل ما يتحقق شرط تبع الويت بيكمل بعدين بيرجع من البدايه لغايه ما يوصل لو ايش؟ للويت مرة ثانية، بوصل للويت مرة ايش؟ مرة اللي هو تنت ماشي. وبرضه اللي هو الديسكربشن هذا
البروسيسور is primes and AND gate with three inputs وبنفسه تمام؟ اوكي ماشي ايه؟ ليش انه وين الموضوع؟ على اساس انه كيف بده يقارن؟ يقارن شيء بشيء على اساس انه صار تغيير يقارن شيء قديم بشيء جديد لا هذا وقت السيموليتر وقت السيموليتر السيموليتر يعني وظيفة يعني هذا ما هو الان جيت العادية الان جيت اللي هو العادية لو في انبوت معين بيكون بيسمع لو طير اللي هو انبوت هل انت هيتغير اللي هو الارض لكن هل بنزم يطلع على الريفرنس فاليو؟ لا ما نشوف انت مش مشكلة بيسموه كيف تعرف انه في تغيير؟ كيف؟ بالنسبة هذا السيموليتر عشان يعرف انه في تغيير يكون هو حاطط صم كومبانيشن صم ستيمولس واخد بالك؟ فلقيت اللي هي القيمه كانت زيرو وبعدين بيحط القيمه واحد يعني اتنوس لكن هذول كبيزيكال سيركت في الاخر كبيزيكال الهاردوير بنسمي هو نفس الهاردوير بيعرف كومبانيشن نفس الهاردوير لما كنت تحط انت اند جيت تمام اند جيت عاديه اللي تي تي ال 4400 تحط صم انبوت انبوت اند جيت لو داير اللي هو انبوت داير الاوتبوت هل بتحط اللي صم ميمور اليمنت ثاني او صم شيء بيحفظ سبيس فاليو او كذا بيلزم كومبانيشن بيطلعك على مين على الهوستنج تمام اوكي ماشي راجع كومبانيشن اوكي ماشي وقلنا ممكن تحط دول البروسيس اكثر من ويت اللي هو ستيتمنت لذلك البروسيس فيها اوت ستيتمنت ممكن يوصل لك اللي هي كومبلكس تايمينج بيهيفير تمام بس سيكونشال ايفنتس لكن في الثيسس مش مفيده اللي هو كثير اوكي او نورمال يقولوا ان احنا بنحط جاست وان ويت اللي هو ستيتمنت اوكي البروسيس اللي فيها ستيتمنت اوضح من ناحيه اللي هو الفهم ومن ناحيه واسهل للثيسس وير للتحويل ليش الى هاردوير لذلك احنا بقيه الكتاب يقول لك يوجد البروسيس فيها ويت ايش فيها ويت ستيت هنقتصر على اي على اي شكل اللي هو فيه ستيتمنت اللي فقط فيه ستيتمنت ايش اللي هو ايش لكن هو يمكن اللي في الويت يكون اكثر لستيموليشن وبس لكن if you want to do synthesis حاول تتصل على بروسيس فيها ايش؟ سيستيمتي ايش؟ اللي هو ليست sequential signal assignment statement the sequential signal assignment statement بتشبه الـ simple concurrent signal assignment statement لكن الكونكارنت بتتحط برا البروسيس السيكونشال بتتحط جوا ايش؟ جوا البروسيس طلع في شكل تبعها سيكونشال سيجنال اسايمنت ستيتمنت دول سيجنال نيم ونفس الاسايمنت اوبريت تبع السيجنالز بيساوي بروجكتد ايش اللي هو ويب فور ويب فور وبروجكتد ويب فور عباره عن صم اللي هو اكسبريشن بيحدد قيمه اللي هو السيجنال وبعديها ايش اللي هي افتر وصم ايش اللي هو تايم يعني مكون من فاليو اكسبريشن وتايم اللي هو اكسبريشن تايم اكسبريشن بيحدد الديلي تمام يعني بعد قديش السيجنال هتاخد ايش القيمه تبعت الايش اللي هي الاكسبريشن لكن الديلي ما تقدرش انت تتزجر تحصل عليه اللي هو اكزاكتلي لذلك احنا هنحكي تمام جوا البروسيس ايش احنا مش هنستخدم سبيسيفيك ديلي لذلك افترض ان هيكون ديلي كم افتر از فور ديلي دلتا ايش ديلي فيري سمول ديلي ديلي جريتر ذان اللي هو زيرو لذلك السنتكس اللي هيقتصر عليه اللي السيجنال بيساوي السيجنال بيساوي صم فاليو ايش اللي هو اكسبريشن خلي بالك بيقول اجين الكونكرنت كونديشنال سيجنال اسايند تو سيت وسيلكتد سيجنال ستيتمنت فبتحطوه جوا مين؟ بروسيس هذا الكونكرنت ويكون بره ايش؟ اللي هو البروسيس اوكي خلي بالك كمان شغله مهمه اذا انت حطيت سيجنال اسايند تو سيت جوا البروسيس والديتا ديلي البيهيفير تبعها بيختلف عن الكونكرنت سيجنال اسايند تو سيت ستيت اللي بره البروسيس لو في عندك البروسيس انها ستيب ليست تمام وفي احد السيجنال تبع السيت يتغير خلي بالك من البوركات يروح بينفذ طبعا سيكوشال ستيتمنتس تمام لكن اي سيجنال السيجنال ستيتمنتس ما بتاخدش القيمه بتاعتها الا بعد ما نوصل للاند اوف مين اوف البروسيس بعد ما نعمل سسبنشن تمام بعد ما نعمل سسبنشن مش ايميديت مش ايش ايميديت زي ما نشوف كمان شوي انه السيجنال ممكن تحط فيها كذا اكثر من قيمه بنفس نفس البروسيس اي قيمه ابلايز الاخير ما بقدرش احط فيها قيمه اول وثاني وثالث تقريبا بتغير لا بس بتكرر قيمه اخر واحده بحطها وين؟ في
في البروسيس، فانا كنت عم بقرا وكان قرا البروسيس والان تشينج اوف الانبوت على طول سيجنال بتاخذ ايش القيمه ايميديت تمام. لكن السيكونس ستيتمنت لو في سيجنال حطيت فيها قيمه بس بدها تسوي ستيتمنت جوا البروسيس، لو اي سيجنال في السيستم بتتغير مش على طول السيجنال بتاخذ القيمه الجديده، متى بتاخذها؟ بعد لما يعمل سسبنشن لما يوصل لنهايه البروسيس تمام، لما يوصل لنهايه اللي هو البروسيس ماشي كامل، يعني بعد ما ينفذ كل السيكونشال ستيتمنت جوا البروسيس، لانه احنا قلنا البروسيس احنا الموضوع احنا كان على عايز بلاك بوكس الديسكرايب سم ايش اللي هو السيجنالز بتاخذ القيم بتاعتها النهائيه الى غايه بعد ما يوصل لنهايه البروسيس ويعمل سسبنشن تمام. زي ما هنشوف انه السيجنال كان بي اساين حتى من مره جوا البروسيس تمام. طب ومين اللي تيكس افكت الاخير اللاست اساينمنت اوكي. طيب هل اللي هو لو طلع المثال التالي لو قلنا A و B و C و D و Y استنى دول البروسيس A و B و C is 1 D بيجن Y بيساوي A أو C، Y بيساوي A أو B، Y بيساوي C أو D. هذه نفس السيجنال احنا عملنا الاساينمنت كذا مره تمام. طب وش ويل تيك افكت؟ C أو D تمام. طب هل قبلهم حكون ال Y أخذ قيمة A أو B أو C أو A أو D؟ لا تمام. إذا في سيجنال أكثر من قيمة جوا البروسيس شوف هاي الكلام بعد ايش هي في الحالة هذه التكس الديفايس تبعت اللاست اساينمنت تمام. معناته عمليا هذا كانك انت كتبت الكلام ده هذا كويس كانك بص A و A و A و B و C D و Y بيساوي C and U بس هذول كانوا مش موجودين كانوا ايش مش موجودين وبالتالي الواي ويل نوت تيك انترميديت فاليوز يعني منطق يعني قيم غير الاخيره القيم في النص تمام. اوكي ماشي. وبالتالي انت يعني ما تديش اللي هو السيجنال اكثر من قيمه جوه البوس الا اذا انت متاكد انك محتاج الاشياء هذا اذروايز ممكن يعني يغلبك في فهم الكود مرات او كذا تمام. اذا انت اللي هو محتاج تمام احدى الحاجات انك تكون بدك تعمل ديفولت فاليو زي ما حنشوف ان شاء الله في الشابتر هذا ساعتها وي اساين الى سيجنال اللي هي فاليوز مور ذان وانس مور ذان ايش وانس حتفهم الاف ستيتمنت. لكن لو انت نفس السيجنال عملت لها اللي اساينمنت في كونكارت ستيتمنت اكثر من مره يختلف الاشي تمام. لو انا كاتب الكود كده طلع A و B و C و D يا حميد انت مع طيب احنا لو في سيجنال ستيتمنت جوا بروسيس عملنا اساينمنت اكثر من مره ايش اللي حيصير؟ هياخد اخر واحده هياخد ايش؟ هذا السيكونس زي كانك عملت اخر واحده في المثال قبل. طيب ماشي شاطر كويس. طيب اوكي A و B و C و D Y H R H R اللي هو تمام؟ فقلت لو كتبنا هدول طبعا هدول مش جوا بروسيس معناته يعتبروا ايش؟ كونكرنت الواي بيساوي A أو C الواي بيساوي A أو B اللي كل واحدة بتوصل سيركت ايش حيطلع لك ايش حيطلع لك هنا؟ ثلاثة سيركت حيطلع لك الأولية ايش حتعمل؟ والثانية والثالثة وايش كمان؟ مع بعض هيشابك الأوتس مع بعض انت جاي الواي بيساوي A أند C وبعدين الواي بيساوي اللي هي A أند B وبعدين الواي بيساوي C أند D متجاهل كل واي 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 معناته كلهم بيقول بيكونوا بيكونوا بيشوط اللي هي مع بعض هذا من ناحيه السنتس كوركت على فكره تمام. وبنقول على السبجكت تايب از ريزولف تايب زي ما هنفصل بعد كده لو تلاحظ مش هو بياخد كام فاليو تسع فاليوز مظبوط وزيرو الواحد والاكس باليو والحاجات تانية في الحاله هذه لو جيت من هدول طلعت واحد ثاني طلع زيرو الريزولف بيحل الاشي الموضوع بيعمل الاشكاليه بيحط الاوتبوت اكس